مدن الأشباح، مدن الأشباح يعني فعليا اللي قاعد عم يصير إنه يعني مدينة عمان وكل مدن العالم قاعدة عم تخلو من السكان. موضوع إنه إحنا في عملية هروب، حكينا إحنا فيديو سابق في هذا الموضوع، الهروب. الهروب نحكي هو العزلة. الإنسان بيعزل نفسه بسبب إنه هو يعني شاعر إنه هو مفهوم السيكولوجي، شاعر إنه هو مو قادر يواجه، في عدم قدرة على المواجهة، في عبارة عن ضعف، في عدم فهم. إذا بنرجع نحكي على إنه كيف مدينة الأشباح أو مدن الأشباح اللي في العالم صارت، نحكي بسبب إنه هذا الكورونا فيروس اللي صار. أنا برأيي إذا كان هذا بدل على إشي، بدل على إنه إحنا فعلياً كحضارة نحكي في مجال إدراكنا لمفهوم عالم الميكروبي أو المايكرو أورجانيزمز، لا يزال إحنا في نحكي في الكا في عايشين في عصر اللي نحكي الكيف مان، رجل الكهف، في عصر رجل الكهف احنا عايشين حاليا. بسموها نحكي لسه يعني بدنا اشواط لنوصل فعليا الادراك الحقيقي لمعرفتنا في عالم المايكرو اورجانيزمز نحكي والمايكرو بيولوجي. وهذا الحدث اللي صار هو افضل دليل لهذا الموضوع، انه احنا قاعدين عم نتفرج على مدن فارغه. مدن فارغه عم بطلب منا الحكومات والقطاع الطبي اللي صرف انصرف عليه البلايين البلايين لإيجاد علاج لكثير من الأمور، طلع بالآخر الكورونا فيروس وصار بالتالي يفتك في الناس عن جنب طرف. أنا بتصوري إذا بدنا نفترض أنه ليس هو مؤامرة وعبارة عن واقع، أنا بفترض أنه هو عبارة عن واقع مش مؤامرة، أنه إحنا نفضي العالم وننهي ونعمل دمار لاقتصاد العالم كلياته. أنا تصوري الفكرة كلها هي إنه يعني إنه الطب ما وصل لمرحلة من الإدراك ولا المعرفة التكنولوجية اللي نقدر إحنا نفهم كيف المايكرو أورجانيزمز تشتغل، خصوصا موضوع الفيروسز. نرجع مرة تانية، وفي فيديو أنا سابق حكيت فيه، حاليا تقريبا بسبب بس السيزونال فلو، الإنفلونزا الموسمية، الكورونا مش عبارة عن شكلة يعني صارت طلعت هيك هلأ. يا جماعة الإنفلونزا الموسمية بشكل عام عم تقتل حوالي بين 500 ل 600 ألف شخص سنويا. في علم ال في WTO يعني World Health Organization عم تعتبر إنه هذا رقم عادي يعني، مع إنه بيحكوا لك إحنا بنعطي فاكسينز وإحنا عم نحمي 40 ل 60%، يعني المفروض إنه يموتوا لهم حوالي كمان مليون واحد، بس إحنا عم بخلوا نص مليون واحد يموت. ففعلا إحنا في عندنا مشكلة، عندنا أصلا إحنا كارثة، كارثة قاعدة عم بتصير لما نص مليون واحد عم بيموت بسبب بالتالي نحكي نحكي يعني انفلونزا موسميه. موضوع نظام الرئتين هذا اللي هو الضعيف، نظام الرئتين الضعيف هلا هو كمان بيلعب دور، بنقعد نحكي فيها بعدين اذا بدكم على موضوع نظام الرئتين يعني كيف بالتالي بصير فيها ضعف، بس يعني مش كل الناس يعني حتكون في كامل صحتها. في نفس الوقت مثلا بدنا نضيف كمان موضوع الفيروسز، يعني احنا نحكي عن عالم الفيروسز، عالم الفيروسز مثلا كمان HIV، HIV عم بيموت له كمان نسبة منيحة كمان من الناس، بالملايين عم بتموت نحكي كمان. فاحنا عم نحكي مجملا يمكن عم بيموت له حوالي يعني بر يعني بمعدل بسبب نحكي يعني الفيروسات يمكن بحدود 2 3 4 5 مليون شخص سنويا بالعالم بأمراض تعتبرها WTO يعني عادي عادي، يعني ما فيش أي مشكلة يعني، يعني مش عم بحطوا يعني خطة طوارئ لمعالجة هذا الموضوع. فالكورونا فيروس طلع هو فعليا يعني ورجة، هو الشعلة دي قسمت ظهر البعير، خلينا نحكي انه ورجة فعليا هو الـ يعني الانهيار الحقيقي الطبي لمعالجة موضوع نحكي عالم الفيروسز. معناته انه احنا بالنسبة لنا فعليا يعني احنا لا ندرك نحكي فعلياتنا، علاقتنا الحقيقية، علاقتنا الحقيقية مع عالم الفيروسز. الفيروسات هي عبارة عن كائنات يعني
لازم احنا نحكي ندرك علاقتنا معها، نفهم بالتالي نحكي كيف ممكن انه احنا يكون في عندنا علاقة صحية افضل في التعامل معها. ندرك بالتالي هي شو وظيفتها يعني في حياتنا. لازم احنا نلاقي طريقة نقدر ندرك انه يعني في اشي مشترك ممكن انه ينصنع، في فائدة مشتركة لعلاقتنا مع كائن زي هيك، او نقدر نعتبره عبارة عن ايليان. هو فعليا احنا بنحكي عن ايليانز، في عندنا ايليان جايين من الفضاء، فعليا هو عبارة عن ايليان، لكن هو مش جاي من الفضاء، هو بالتالي نحكي اعتبره من الارض. فهذا الالين فعلا انه هو بالتالي هو هلا فعليا عزلنا، تخبينا، احنا متخبين من هذا الالين، وهذا الالين هو فعليا قاعد عم بيغزينا من جوا، بس مش من برا، من جوا اجسادنا. احنا في حاله من الخوف والهلع نحكي يعني من هذا الموضوع. فعليا احنا يعني نقطتين هي اثبتت انه اول شيء احنا النقطه الاولى احنا مش فاهمين اجسادنا، ولا فاهمين بيولوجيتنا بشكل صحيح، ولا فاهمين كيف نوظف هاي اللي نحكي علاقتنا البيولوجية مع 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 حالنا. مش فاهمين شو علاقة الفيروسات والبكتيريز بعلاقتهم مع جسمنا، مش فاهمين كيف العلاقة الفكرية لازم تتنظم بهالشكل هذا، وممكن تنصنع علاقة فكرية واضحة بهذا الموضوع. يعني أنا عملت فيديو بهذا الموضوع وحكيت فيه، المسألة لازم تأخذ منحنى تاني. يعني احنا لازم علاقتنا مع المخلوقات بشكل عام تتنظم. احنا بالنسبة لنا علاقتنا مع المخلوقات يعني نحكي يعني ماش نحكي عن المخلوقات، احنا اصلا علاقتنا مع نفسنا، يعني البشر مع بعض اصلا في مشاكل، في عنصرية، في نحكي في طبقية، في كتير مشاكل قاعد عم بتصير بين الانسان بينهم بين بعض. بس كمان اللي عم بيعمل مشكلة كمان لسه اكبر، علاقتنا مع المخلوقات. احنا بنفكر كبشر انه احنا المخلوقات كلها هي صنعت لخدمتنا، وهي خدمه بالتالي منفعه من طرف واحد. يعني نحكي كل المخلوقات انصنعت اساس ايش؟ بالتالي نحكي انه احنا نستفيد منها، يا بدنا ناكلها، يا بنتفرج نتسلى عليها، يا انه نحكي يعني انه بدنا نعتبرها عباره عن عدو لنا. يعني نحكي ثلاث محاور، يا اما هي بالاخر بدنا ناكلها، او بدنا نتسلى عليها، او بدنا احنا بالتالي هي عدو لنا. يعني يا انه انا بدي اكلها، يا بدي اتسلى عليها، يا انها بالاخر هي عدو لي. وما ندرك انه في بالتالي نحكي يعني منظومه بيئيه معينه لازم كل المخلوقات تعيش بشكل منسجم مع بعض. فيعني انا برايي بالاخر هذا الكورونا فيروس اللوك داون هذا اللي صار هو بالنهايه فشل في المنظومه البيئيه بعلاقه الانسان مع البيئه. غير ما نحكي على موضوع نحكي ارتفاع درجة الحرارة، وموضوع الجرين هاوس افكت والجلوبال وورمينج، وحكي ارتفاع مستوى المياه. يعني في مشكلة قاعدة عم بتصير. وفعليا في شغلة انا مرة كمان بعض اصدقاء نوهوا لها، انه فعليا بعد ما صار في لوك داون نحكي لكل مدن العالم وكل مصانع العالم، ومش كل مصانع، اغلب يعني نحكي المؤسسات العاملة، في اماكن في نحكي مثلا انهر صار فيها مثلا صار فيها سمك يمشي، الطائرات بطلت تطير، صار في نوع من النظافة البيئية نحكي بسبب المشكلة هاي، صار في نظافة بيئية معينة على مستوى العالم كلياته بسبب انه يعني التلوث اللي كانت عم تصنعه نحكي الماكينات اللي احنا بنستخدمها وبنمارس فيها حياتنا وبنعيش فيها. والانسان كيفه كمان مرات بعض الاحيان بيكون مهمل في التعامل مع البيئة، كمان هذا خفت هذا الضرر اللي عم نصنعه بالاخر للبيئة. فأنا برأيي يعني هذا الموضوع بده نقاش. أنا كمسؤولية شخصية فردية بالنسبة لي، ما بطلب من أي حدا يعني يلتزم معاي بهذا الموضوع، هو فقط شيء مسؤولية فردية حابة أشارك معكم فيها. أنا بطلت يعني فعليا بديت أول شيء أنا أكون فيجن أج فيجيتيريان أول شيء، بطلت أنا أكل نحكي لحوم. بعدين صرت بالآخر نحكي إيش كمان، بعدين صرت فيجن آخر كم من شهر. الهدف هو فعليا يعني الموضوع مش موضوع، الموضوع هو موضوع مسؤولية يعني عالمية، مسؤولية كونية خلينا نسميها. أنا برأيي إنه الإنسان عنده مستوى من الذكاء اللي لازم يتطور في قدرته على التعامل مع العالم، مع الكون.
يعرف كيف قدر هو يصدر يجد مصدر غذائي له يغذي جسمه فيه من غير ما اضطر انه هو يقتل حيوان او 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 يقتل نحكي يعني نحكي مخلوق معين عشان يقدر هو يقدر يعيش، اللي هو تحت قانون زي ما حكينا وين وين وين، انا اعيش والمخلوقات تعيش والكون يعيش. احنا هلا حاليا انا اعيش والمخلوقات تموت حتى كمان البيئة تموت، المعادلة غير متوازنة. بدنا احنا بالتالي نجد حل فعلا حقيقي لهذا الموضوع. بدنا اياكم تفكروا خلال هذا الفيديو اللي عرضته، بدي اياكم تفكروا في هذا الموضوع مع نفسكم، تشوفوا ايش ممكن على مستوى فردي تصنع نوع من القرار اللي فعلا انه يبدا يفكر تفكروا كيف تصنعوا تغيير مع نفسكم في هذا المجال بهالموضوع هذا. بس خليكم بيوتكم تطلعوش، موضوع الفيروس حيجيك يعني عشان صرت صديق له مش معناتها انه يعني ما يهجمش عليك. بدنا نفهم علاقة، يعني في فيديو رح نحكي فيه هذا الموضوع كيف ممكن نصنع علاقة جديدة مع علاقتنا بالآخر مع المخلوقات الأخرى، ما تعتبرش منها عبارة عن إيليينز وهن غرباء وأعداء لنا، نحكي فيها هذه.